السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم راح من خلالها نتعرف على مرض يصيب الجهاز التنفسي. اسم هذا المرض هو التدرن، أو إلى تسمية أخرى السل الرئوي اللي هو TB. أول شيء بالبداية نعرف هذا المرض التدرن من المسبب المرضي إله. هذا المرض التدرن المسبب المرضي إله هو بكتيريا. شو اسمها هاي البكتيريا؟ مايكوبكتيريوم تيبركلوسيس. هذا المرض يكون معدي ويكون واسع الانتشار بجميع أنحاء العالم. هذا المرض متخصص من يصيب؟ يصيب الحيوانات، ومن الحيوانات ينتقل للإنسان، فهو يكون ضمن مجموعة الأمراض نسميها زونيتك ديزيز، اللي هي الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. يا حيوانات يصيبها هذا المرض؟ يصيب الأبقار، الجاموس، الدجاج، وأيضا يصيب الطيور. الميكروبات مالته اللي هي مايكوبكتيريوم البكتيريا تكون على عدة أنواع. عندها النوع اللي يصيب الإنسان هيومن تايب، يعني مايكوبكتيريوم تكون هيومن، وعندنا النوع اللي يصيب الأبقار نسميه النوع البقري بوفين تايب. عندنا أيضا أنواع أخرى تصيب الطيور والأسماك، وما يصيبن ذني الأنواع اللي تصيب الطيور والأسماك، ما يصيبن الإنسان، يعني ما ينتقل من ذني الحيوانات للإنسان. وهذني يكون النوعين اللي تصيب الطيور والأسماك هذه أنواع نادرة. مصادر العدوى، مين تجي العدوى وينصاب الإنسان؟ العدوى أو ينصاب يعني من الحيوان إلى إنسان، أو من إنسان ويبدي هذا الإنسان الحامل أو المصاب ينقله إلى شخص آخر مستليم إلى قابلية على أنه يكتسب الإصابة. فمصادر العدوى هاي عصيات التدرن، عصيات المايكوبكتيريوم راح تخرج ويا من؟ ويا بصاق الإنسان المريض بهذا المرض، أو تخرج ويا برازه إذا كان هذا الشخص مصاب بتدرن الأمعاء، أو تكون تخرج عن طريق الإدرار مالت هذا الشخص إذا كان مصاب بنوع التدرن اللي هو يصيب الجهاز البولي. هسه راح نجي نتعرف على أنواع التدرن. كذلك أيضا هذه المايكوبكتيريوم تخرج ويا من؟ مع الصديد اللي يخرج هذا الصديد من الخراج والناسور. أيضا مصدر العدوى الحيوانات المصابة هي تكون مصدر العدوى، وهاي المايكوبكتيريوم تخرج ويا الحليب ويا البراز، وقد توجد في لحوم الحيوانات. أيضا عندنا طرق تكون غير مباشرة، من اللي ينقلها؟ الهواء ممكن يحمل هذه العصيات، الأتربة المتطايرة. أيضا من الطرق الغير مباشرة أدوات الشخص المصاب اللي تكون ملوثة ببصاقة أو ملوثة بلعابة. أيضا عندنا الطرق الغير مباشرة المأكولات، المشروبات، خصوصا يا مأكولات الحليب واللحوم اللي نحصل عليها من الحيوانات. أيضا عندنا الذباب يكون عامل، اللي هو يكون ضمن الحشرات، يكون عامل ناقل، هو ينقل العدوى، يكون فاكتر ناقل ينقل لنا الإصابة من شخص مصاب إلى شخص سليم، أو من الحيوان للشخص السليم. مثل ما ذكرنا قلنا عندنا عدة أنواع من التدرن. التدرن أي جهاز يصيبه فالتسمية تأخذ اسم هذا الجهاز اللي يصيبه. مثلا على سبيل المثال التدرن صاب الرئتين اللي هي تكون أحد أعضاء الجهاز التنفسي، فشو نسمي نوع التدرن هذا الحادث؟ نسميه التدرن الجهاز التنفسي. إذا المايكوبكتيريوم هذه العصيات البكتيرية صابت الغدد اللمفاوية، شو نسميه التدرن؟ نسميه التدرن الغدد اللمفاوية. صابت الجهاز الهضمي، شو نسميه؟ نسميه تدرن الجهاز الهضمي. صابت المفاصل، نسميه تدرن المفاصل. أصابت العظام، نسميه تدرن العظام. وأيضا اللي يصيب غشاء البريتون، البلورة، أو أغشية المخ والقلب والكبد والكلية، كلها راح نسميها حسب اسمه. صابت الجهاز البولي، يعني صابت الكلية اللي هي أحد أعضاء الجهاز البولي، شو راح نسميه؟ نسميه تدرن الجهاز البولي. هذه أنواع أنواع
التدرن. نجي ناخذ اكو فد عوامل، هذه العوامل هي اللي تتحكم في انتشار هذه المرض. ما هي هذه العوامل؟ العوامل هي كمية العدوى الموجودة بالمجتمع. يعني كل ما تكون كمية العدوى كبيرة راح ينتشر المرض، وبالعكس إذا قليلة راح المرض الانتشار يكون أقل، مو انتشار واسع. أيضا الحالة الاجتماعية اللي هو الفقر. ليش؟ لأن إحنا قلنا أو ذكرنا إنه هذا المصدر العدوى من البراز، من الإدرار. هذه تتبع الحالة الاجتماعية الفقيرة. انخفاض المستوى الاقتصادي أيضا يكون هذا عامل يتحكم بانتشار المرض. التغذية عامل جدا مهم، لأن سوء التغذية راح يساعد على انتشار المرض. الإجهاد الزائد للشخص. المهنة مثل عمال الصناعات الثقيلة، الأطباء، الممرضات، كلية الطب، يعني الأشخاص اللي عاملين في مجال الطب، الأشخاص الحلاقين، الأشخاص العاملين في صناعة الزجاج، الأشخاص اللي هاجرون من الريف للمدينة. أيضا هذه الحركة، الهجرة أيضا تكون أحد العوامل تتحكم بانتشار المرض. الوراثة ما إلها تأثير في الاستعداد للإصابة، يعني مو إن الشخص وراثيا إنه يكون هذا الشخص وراثي إنه الاستعداد للإصابة. فترة حضانة هذا المرض تكون من 4 إلى 12 أسبوع بعد ما الشخص أخذ هذه البكتيريا وانصاب. طبعا تظهر أعراض على الشخص، من خلال هذه الأعراض كلينيكال سريريا راح نقدر نشخص هذا المرض. الأعراض هي الشخص من ينصاب يشعر بالتعب، يصير عنده هما، جسمه يكون هزيل، تعب عام يصير عند الشخص، سعال، نفس دموي يصير عند الشخص، ألم بمنطقة الصدر، الصوت مالته تكون بها بحة. هذه هي الأعراض اللي تكون شائعة للأشخاص المصابين بهذا المرض. فترة انتقال العدوى مالته، طول فترة إفراز العصيات في البصاق، كل ما موجودة العصيات في البصاق فهذه هي الفترة هي اللي تكون راح ينتقل بيها، راح تكون لها قدرة أنه ينتقل المرض من هذا الشخص المصاب أو الحامل إلى الأشخاص الآخرين. هذا المرض شلون نكتشفه؟ يعني إحنا كلينيكال قلنا من طريق عن طريق هذه الأعراض اللي نلاحظها راح إحنا كلينيكال نقول هذا الشخص مصاب بالتيبي. لكن حتى نتأكد فأكو فحوصات تأكيدية هي اللي تطينا انه هذا شخص مصاب بالتدرن. فالطرق اللي نستخدمها حتى نشخص هذا المرض هي الفحص السريري مثل ما قلنا العلامات، نفحص العصيات اللي موجودة بالبصاق، نسوي لها صبغة ونفحصها تحت المنشار. الصبغة اللي نستخدمها هي زيل نيسن. نسوي أشعة للشخص بأشعة اكس راي للصدر مالت الشخص، نسوي فحص حساسية الجلد، ونسوي له فحص حساسية الأدوية المضادة للتدرن. الإجراءات الوقائية اللي نتبعها هي نحسن الحالة الاجتماعية، نسوي تثقيف صحي حول هذا المرض، نلقح الأطفال بلقاح البي سي جي، وإذا فشل اللقاح نعيد اعطاء هذا اللقاح. نوفر امكانيات طبية ومختبرية. هذه الامكانيات من نوفرها راح نسهل عملية فحص المرضى والملامسين حتى نسوي كشف مبكر للمرض. نأمن خدمات يعني خدمات المتابعة العلاجية ووقاية الملامسين. نسوي علاج وقائي بمادة الايزو نايزيت. نجري فحص التيوبيكولين اللي هو هذا حتى من خلال هذا فحص التيوبير كيولين نقضي على التدرن اللي حادث بين الماشية. ايضا نسوي فحص البصاق، نسوي يعني دايركت فحص البصاق، ناخذه نخليه على السلايد ونفحصه تحت المجهر، وخاصة بالمناطق اللي تكون الاصابات بها عالية. الاجراءات اللي راح نتخذها بحق الأشخاص المرضى والأشخاص الملامسين
البيئة أنه نبلغ عن الإصابة، نسوي عزل، نطهر أدوات هذا الشخص، ننطي علاج للملامسين، ننطي الأطفال لقاح، يعني الأطفال الرضع صغار السن، نسوي فحص التيوبركيولين للأشخاص الملامسين، نسوي لهم هذا الفحص حتى من نعرف هذا الفحص نقدر نسيطر عن طريق أنه ننطيهم العلاج. لهنا نكون خلصنا محاضرتنا وتعرفنا على مرض التي بي اللي يصيب الجهاز التنفسي، شائع انه يصيب الجهاز التنفسي.